لكن الأمر فيما يتصل بداود وسليمان أمر آخر، فإن سليمان وداود كما قال الله هنا علمنا منطق الطير، قال وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. كون الإنسان يعرف كيف يخاطب عالما آخر من عوالم الطير هذا إعجاز، ما نستطيع إلا أن نلقاه بأن رب العالمين يمكن أن يخرق العادات ويتيح هذا التفاهم بين إنسان وبين عالم آخر من عوالم الطير، وهذا ممكن والقدرة صالحة لأن تيسر هذا لمن أراد الله أن يجري بعض الخوارق على يديه. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون يعني لهم وزعة أو أمراء ينظمونهم ويسوون صفوفهم ويمنعون أحدا أن يتقدم على الآخر، كما يقع في ترتيبات الجيوش والاستعراضات التي تكون في الأحفاد الكبرى، فإن هناك منظمين يرسمون لكل فرقة تسير الطريق الذي تمشي فيه والمكان الذي تقف عنده والخطوة التي تلتزمها وما إلى ذلك. كان ملك سليمان عظيما لأنه جمع بين الجن والإنس والطير، وهذا شيء غريب في الحقيقة. ومضت القصة أو الصورة تتحدث عن سليمان وهو يستعرض الإمكانات التي وضعها الله تحت يده، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أوتي سليمان كما فهمنا القدرة على تكليم الطير، وأوتي القدرة على أن يفهم أيضا لغات النمل، فهم من حركات النمل ومن الحوار الذي دار بين بعضها والبعض الآخر أن النمل جزع لما رأى جيش سليمان وخاف أن تدوسه النعال وأن تهلك قراه، فأمر بعضه بعضا أن يختفي من أمام هذا الزحف الكبير. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ومن أين يشعرون بالنمال وهي تحت أقدامهم؟ فتبسم ضاحكا من قولها. شعر سليمان بأنه فهم ما يجري في عالم النمل وأدرك أن هذا من عطاء الله ومن تمكينه له، فناجى ربه بهذه الكلمات: ربي أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي والد داود ووالدته، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا الدعاء فيه ما يستدعي التأمل، فنحن عندما نشعر بنعمة الله علينا ونشكر هذه النعمة إنما نستزيدها. وسليمان كان شديد الحساسية بنعمة الله، ولذلك طلب من الله أن يعينه على الشكر: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. ليس المهم أن أعمل صالحا فقط، المهم أن أعمل الشيء الصالح الذي تحبه وترضى عني به وترزقني الإخلاص فيه حتى يكون العمل نقيا أهلا لقبولك. ثم قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي الرفيق الأعلى، اجعلني ممن تحبهم من الصالحين من عبادك. هذا دعاء يشترك فيه أنبياء كثيرون، ولذلك
فنحن نردد هذه الأدعية لأن الأنبياء هنا أسوة حسنة لنا بتواضعهم وإخلاصهم ووقوفهم بباب الله سبحانه وتعالى يسألون والله